المشكل اللي عندنا استاذ هو ان هذا السيد ماشي قادر يدير الحل. كنطلبوا واحد الناس اللي يديروا لنا الحل، ما بغاوش يجيو. مالي المسؤولين المحل ما بغاوش يجيو. هاد الناس كلهم مزوجين بوليداتهم، ما حتى واحد فيهم هنا ما عنده صالير ديالو، ما مخلص، كلشي كيتسلف، كلشي ميت، كلشي مدكدك اقصى درجه. هاد الناس ما بغاوش يديروا معنا الحل، كيجيبوا لنا واحد لوجيرون ديالهم، لوجيرون ما قد على والو، كيرمي المسؤوليه للبشاويه والقيد. دوك الناس ما بغاوش يتعاونوا معنا، كنطلبوا من السلطات والمالك يتدخلوا لنا. هاد الناس يتعاونوا معنا، هاد الناس راه عندهم مسؤوليات، عندهم الكراء، عندهم الضوء، عندهم الماء، ما لقاو باش يصرفوا. الاغلبيه هنا واقف خدامين بحال المستخدمين العاديين بلا جورني ديالنا. راه اللي ما خدمش نهار ولا يومين راه غدا ما عنده ما يصرف. كنطلبوا من الناس يوقفوا معنا، جينا نديروا هاد الشيء ماشي ضد الدوله ولا ضد شي حاجه، جينا نطلبوا الحقوق ديالنا. هاد السيد ما يقدرش يحل المشاكل ديالنا، بغينا شي مسؤول من الناس ديال المحل يجي شي واحد فيهم غادي نوصلوا مع المحل، حنا نتعاونوا معاه، غير يجي عندنا شي مسؤول، شي مسؤول اللي قد يحل المشاكل. هذا ما قادش يحل المشاكل، كيتعاودوا هاد المشاكل كوتيديان، كل سيمانه، كل 10 ايام. كاين تاع ابار تاع السوق كيضرب عباد الله، كيتكرفس على عباد الله، السبان، ولينا خدامين بحال خدامين في شي كوري. ما كاينش الاحترام، ابسط الحقوق ما كاينينش، لا سينيسيس ما كايناش. من شهر 9 ديال العام اللي فات ما عندناش امتيازات، ما عندنا والو. ها الكليان جايين مورانا والناس ديالنا موالفيننا، موالفين المحل، موالفين مراكش. مراكش واحد المدينه زوينه كتستقطب السياح، الناس كيجيو بغاو يجلسوا عندنا، ما لقاوش هذا السيد دار ازمه في هذا محمد السادس. هو اللي تحمل المسؤوليه. عندنا شارع المدينه السياحيه خصو يعاون الناس، يعاون المستخدمين. هذا السيد وقف العمل، وقف غير يضرب السياحه، كيضرب بزاف الحوايج، ضربنا حنا، ضرب كل شيء. الله ياكل فيه الحق، لا ياخذ فيه الحق. حنا موقفين دابا شي 15 يوم، شي 15 يوم ومازال ما وصلناش مع الحل، وكل مره كيأجلنا بسيمانه 10 ايام. ها الكليان جاو، هما رجعوا. حنا 23 واحد، 23 عائله في هذه الدار هذه، القليل فيهم القليل فيهم عنده 8 سنين. هاد الناس هادو ناضوا سدوا لنا الباب، ما عرفناش السبب علاش. لحد الان تحت ما هضر معنا، ما قالنا لا راه بنا سدوا، راه بنا نحلوا. وهاد الناس هادو كلهم بولادهم، كلشي متشرد هنايا، ها هما قاعدين كيتسناو. لا نتيجه، تناشدوا صاحب الجلاله الله ينصرو، وتناشدوا حتى السلطات حتى هي تدخل الله يجزيهم بخير باش يحلوا لنا هذا المشكل هذا. ما يبقاش حنا نبقاو حنا هكا منصورين هنايا والتحل ما دار معنا. السبب الرئيسي لهذا المحل هو اننا كنا خدامين عادي، عندنا واحد المسؤول هنايا هو اللي مسؤول زعما على المحل، هو اللي تيتغدى لنا المسائل اللي تنخدموا بها، هي هو اللي تيجيب كل شيء. واحد النهار حتى هو توقف على هذا الشيء، الجيرو المسؤول هنايا على المؤسسه، واحد النهار الزيت من هذا الشيء وزادوا خلانا حنا منصورين هنا، ما لقيناش المواد باش نخدموا، ما لقينا حتى شي حاجه باش نخدموا. 10 ايام وحنا تنردوا في الكليان هنايا، الناس جاوا لنا، كليان جاوا للمحل، جاوا للدار، كل شيء رجع. ملي جينا نهضروا مع هاد الناس تحت ما كاين اللي يهضر معنا، بقينا قاعدين هنايا عينا، وحنا درنا احتجاج وتناشدوا السلطات وتناشدوا صاحب لا تدخل في هذا المشكل هذا.